ما انت ماتك وبنتك يا عم، احنا مش عايزين نتكلم. خش يا عبد الله، حتى ما فيهاش راجل. خش يا هتتخانق مع مين؟ ما كلهم داري. خش يا ولية، خش، ما فيش داعي. يا حته وسخه، خش جوه. استغفر الله العظيم، انت اتعورت؟ وريني. ما فيش داعي، وانت خش جوه، عايز اقعد انا وعبد الله لوحدينا. خشي. اوعي. اسمع بقى يا عبد الله، بكره دخلتك على البيت جميله بنت. عارف يعني ايه دخله؟ يا عم الحاج احنا مش قلنا بعد شهر؟ انا قلت بكره يعني بكره، والحته كلها لازم تشوف شرط بنتي. ولازمتها ايه الكرباجه دي يا عم الحاج؟ كرباجه ايه يا عبد الله؟ كرباجه ايه؟ انت كاتب على البيت بقالك 7 سنين، جاي تقول لي كرباجه؟ فوق بقى يا اخويا فوق، الناس هتقول على البيت تاني، كفايه فضايع، حرام عليك. ده اخر مره يا عبد الله بسالك، انت دخلت على البيت بنت من ورانا؟ ما حصلش يا عم الحاج، انا اعمل كده؟ انا خلاص، يبقى خايف من ايه؟ بكره هتخش على جميله وبلدي. بكره ما دام ده اللي هيقطع لسنه الناس، خلاص نوريهم كل حاجه. وبكره انت قصدك كده عسل؟ بلاقيها مطرب؟ صباح الفل. صباحك يا قشطه. ما انا بشوبش وبغني يا استاذنه. والله اللي اعرفه انك انت نبطش، انما بتغني دي جديده عليا، وفي مغني برضه وشه متعلم. وانا يعني متعلم في زوري، مالها دي ومال الغنى؟ وبعدين عدم مؤاخذه انا عايز اشيل لك الليله من بابها، وانت عاوز تلم نفسك. والله ده المطلوب. بص يا عسل، انا عايز مقابله جامده، كل معزوم وهو داخل الحاره ياخد احلى تحيه اكنه رئيس وزراء وجه الفقر. عيب يا استاذنهم، انت جايب واحد عشوائي ولا ايه؟ ما تقلقش، كل جثه هتاخد واجبها وزياده، وكل مجال في مجاله. انت جايب العسل يا استاذنهم، وانت عارف كويس يعني ايه العسل. احنا ورانا حاجه غير الطب